سأستقيل من رئاسة تويتر بمجرد إيجاد شخصا غبيا بما يكفي لتولي المنصب. هذا ما غرد به إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتويتر بعد استطلاع للرأي أجراه على المنصة لاحتمالية تنحيه عن الرئاسة، والذي حصد أكثر من 17 مليون صوت مالت الكفة به لتنحيه عن المنصب. حيث يأتي ذلك كله بعد اعتراضات من أكبر المستثمرين في تسلا على إدارة ماسك لانشغاله المتزايد وترأسه عدة شركات وحضوره للمباراة النهائية لكأس العالم مؤخرا، الأمر الذي أدى لانهيار أسهم شركته تسلا وخسارة أكثر من 7.5 مليار دولار من ثروته في ليلة وضحاها، لتتراجع بذلك ثروته لأكثر من 120 مليار دولار خلال العام الجاري، ويفقد لقب أغنى رجل في العالم. في رأيك، هل سيندم ماسك على طرده موظفي تويتر؟